أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حكي عراقي. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي حتطلع أسفل الشاشة، الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وأيضا تقدرون تشوفونا عن طريق موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اليوم موضوعنا مهم جدا، نتكلم عن فصل الصيف وده نسمع وده نشوف مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، حرائق تصير بمخازن لمواد غذائية أو لأدوية أو لمخازن لأشياء مختلفة طبعاً، والأسباب مختلفة، وأخيرا صار أكو حريق لمخزن الدراجات النارية. الحمد لله وشكر مديرية الدفاع المدني دائماً هي سباقة بالإجراءات والتدخل السريع، ولكن أيضاً أنطت إرشادات تقريباً 15 نقطة حول تجنب هذه الحالة. وياي بالاستوديو يوم الرائد حسام حمدان عبد الله، اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بك وشكرا لهذه الاستضافه، وشكرا للمقدمه الرائعه حول دور الدفاع المدني بعملهم وواجبهم الوطني. اكيد طبعا جهودكم يعني مشكوره. استاذ، اليوم الحرائق دا تتزايد وارتفاع درجات الحراره، نسمع مرات يقولون تماس كهربائي او الشباب اللي هم يلزمون المخازن ما عندهم درايه كافيه، شنو ابرز الاسباب اللي تخلي يصير يعني حرائق بهذه المخازن؟ احنا في طبيعه حال عمل الدفاع المدني هنالك عندنا نظريات علميه معروفه متعارف عليها، هو مثلث الاشتعال. تمام. فمن ضمن مثلث الاشتعال هي الحراره، هي احد العناصر المهمه في ولسه موجوده احنا هسه يعني مثل ما تفضلت، والماده زائد الاكسجين الهواء. هاي العناصر اذا توفرت ضمن العناصر الثلاثه سوف يكون هنالك حادث. فاحنا الحراره اللي احنا الان في فصل الصيف الحار جدا، مديريه الدفاع المدني اطلقت وصايا وارشادات لاصحاب المخازن والمحلات والمولات كثره هذه الحرائق، لانه صاحب المحل او المشروع ما يهتم بكيفيه خزن هذه المواد بالصوره الصحيحه، والتي يعني لا تؤدي خساره الى البضائع التي متواجده في هذا المخزن. اكيد طبعا لاحظ عدم مبالاه وعدم اهتمام والاحساس بمسؤوليه هذا صاحب المحل. يعني كذلك حتى احنا مو فقط القطاع الخاص، حتى في القطاع حتى الحكومي. احنا مديريه الدفاع المدني يعني في كل مناسبه تطلق هذه الوصايا والارشادات لتفادي حصول حوادث يعني مستقبليه. يعني يستفادون من عندها اكو يعني المخازن. بالضبط، اكو من طبق هذه الارشادات والوصايا بصوره صحيحه ودقيقه، لكن النسبه اللي احنا نلاحظها نسبه 60% او اكثر ما يهتموا بهذا الشيء. زين استاذ، اليوم انتم يعني احيانا تسوون تروحون تشوفون يعني ارشادات السلامه متوفره بالمخازن، يعني لجان تفتيشيه؟ احنا في طبيعه يعني حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 سنه 2013 هنالك اجراءات الكشوفات على المشاريع من الصنف الهيف وصنف باء وصنف جيم. هذه الاجراءات الكشوفات دوريه كل يعني في العام مرتان، يعني يكون هنالك كشف اول وبعدين هنالك كشف متابعه المديريه من خلال اللجان في بغداد وكذلك المحافظات. يخرج ضابط المسؤول ضمن الرقعه الجغرافيه، في المسؤول ضمن مركز معين كهسه احنا في الكراده او في زيون او في اي منطقه في بغداد او في المحافظات، يقوم هذا الضابط ولجنه بكشف على هذا المشروع، يضع الشروط، يضع المخالفات ضمن التعليمات. هناك قائمه بها يعني شروط معينه لابد يعني توفر بها، لوائح ثابته، لوائح هذه النقاط والشروط موجوده لازم تتوفر بهذا المحل التجاري او هذا المخزن او هذا المصنع او المعمل، يجب ان يتوفر هذه الشروط. حلو. شروط السلامة والوقاية والدفاع المدني موجودة. إذا ما متوفر ضابط الشخص الإجراء لعيك يأشر المخالفات ويرفعها، يوصي صاحب المشروع أو المحل التجاري بأنه ينفذ هذه خلال فترة معينة، يعطيه فترة شهر أو شهرين، أو هنالك مثلا يحتاج إلى مثلا بعض الفنادق أو هذا هنالك سلم طوارئ، يعني يكون تغيير في التصميم المبنى، يعني يكون هناك فنون احنا بفتره 3 أشهر في سبيل انه يصمم هذا، وبعدين بعدين نرجع كشف متابعه نشوف نفذ لو ما نفذ. اذا ما نفذ لا يكون هنالك اجراء من قبل ضابط
هذا الكشف برفعه إلى المديرية المعنية، مديرية الكرخ أو الرصافة أو في المحافظات، أي محافظة ممكن تغلقوا يعني. أي ممكن نغلق هذا يعني حسب. إحنا هنالك عندنا جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني، يكون استقدام لصاحب المشروع اللي يحضر إلى هذا المشروع. يعني صاحب المشروع إذا حضر للدفاع لجلسة الفصل يكون هناك غرامة حسب قانون الدفاع المدني. حلو. حسب الفقرتين 20 و21 من القانون، الغرامة من 250,000 دينار تصل إلى 1,000,000، وتصل هم كذلك من 1,000,000 إلى 15,000,000 إذا ما وفر شروط. وهو كله بالأخير في مصلحة المواطن. بالضبط. يعني تعبكم كله على مود فلوسه. أحسنتم. هذا الشيء. لكن إحنا ما نلاحظ هذا. ما نلاحظ تعاون. تعاون. رغم أنه بعض أصحاب المشاريع متعاونين يعني الأخوة التجار أصحاب المحلات التجارية، لكن نروح إلى أحد التجار يقول أنا أدفع الغرامة 1,000,000. ولا أنه أجيب. وبعدين لمن يحترق؟ ومن يحترق ونفس الحالة يعني هو بعدين مبلغ، هو البضاعة ما تكون آلاف الدولارات أو الملايين. احتمال فلوسه وفلوس غيره. أي بالضبط. هو السبب يكون في يعني خسارة أو ضرر باقي الأخوان أو الجميع. ما عدا ضرر مرات يصير يعني بالممتلكات العامة، ممتلكات الدولة بالأعمدة وبالبنايات. زين، احنا حتى نستثمر وجودك اليوم ويانا، الأبرز الأسباب اللي أدت إلى الحراق بالآونة الأخيرة شنو؟ احنا ارتفاع درجات الحراره العاليه. هاي احنا منتهي من عندها. هنالك مساله التذبذب التيار الكهربائي. هذا موضوع مهم. يعني احنا في الشورجه او في جميله يعني كان احدى الاسباب هو التذبذب في التيار الكهربائي. كان هنالك اجتماع للسيد مدير الدفاع المدني العام والسيد الوكيل الوزاره شؤون الامن الاتحادي مع السيد وزير الكهرباء بان تكون في الشورجه يكون فقط الكهرباء وطنية. يعني ضمن الخصخصة. ماكو تعاون يعني ما صار هنالك أي هذا. لكن رغم هذا أنه لأن مولدات أهلية يعني هو التماس يصير أثناء تحويل الكهرباء. أحسنتم. وهنالك الشبكة العنكبوتية، هناك العشوائيات بالتوصيلات الكهربائية. يعني تعرف أنه هنالك مولد أهلية ووطنية أو واحد ساحب من بكان إلى آخر. هذه الشبكة من الأسلاك الكهربائية المتدلية التي أدت إلى يعني يكون هنالك احتكاك ودرجات الحرارة. تعرف أنه يكون هنالك تماس أو احتكاك يؤثر وينتج بالأخير إلى يكون هنالك شرارة. هذه الشرارة يكون بعدها احتراق مخزن أو احتراق المحل، وبالنتيجة أنه هي خسارة. أكيد. خسارة لمن؟ خسارة لصاحب المشروع أو خسارة للاقتصاد البلد. يعني طبعاً بالدرجة يعني المواطن. أكو حراق تصير بسبب المواطن نفسه. يكون هنالك يعني اكو من جقائر وهاي التفاصيل. هذا الشيء يعني هاي النقطة اشرت لها احدى الاسباب. احنا في الحرق اللي حصلت حتى في المزروعات المحاصيل الزراعية يعني في الموصل او في صلاح الدين كان احدى الاسباب من اسباب الحرق هي اعقاب السيجار. يعني صاحب العجلة يرمي اعقاب السيجار من السيارة وهنالك محاصيل زراعية تحترق نتيجة هذه الاعقاب. كذلك نفس الشيء في المحال التجارية. كذلك ماكو اهتمام، ماكو متوفر إجراءات السلامة بالدرجة. يعني هناك حتى الخزن العشوائي. يعني تلاحظ حتى احنا في الشورجة خلال تكديس المواد والأطول حتى على يعني حتى على السلم. حين صعود رجل اطفاء الاطفاء حادث يشوف قدامه عبارة عن كراتين على السلم تعيقنا. يعني حتى ما نقدر نوصل إلى موقع المصدر النار الأساسي. هذه إحنا طالبنا وحتى لجان كثيرة، لكن رغم هاي يعني قلت بالصورة. يعني لاحظنا أكو تغير خلال السنوات يعني السابقة. يعني أكو قلت يعني الحمد لله استجابة أكو استجابة، بس لكن إحنا نريد بعد أكثر تعاون أكثر. هذا هناك أكو مسألة أخرى أحب أشير إلها. هناك بعض البيوتات او المساكن هي مخصصه للسكن العوائل، السكن البشري، مسويها مخازن. يعني حتى هنا لا في الكراده يعني. يعني هذه يعني حتى اريد المواطن يبلغنا على هذه المساكن. يعني انا بصراحه هذا الموضوع كلش مهم اللي اثرت حضرتك، انه احنا يعني انا بمنطقتي
قمت اشوف اكو يعني بيوت ما بها اي ارشادات سلامه وهي مخازن، هل اكو اجراءات قانونيه؟ احنا الرقعه كبيره واسعه، احنا عملنا فقط على المشاريع المحال التجاريه المعامل، هذا الاحياء السكنيه داخل لا نعلم بها رغم الا ابلاغ المواطن، يعني دور احنا المواطن نطلب مهم. دور المواطن هنا، دور المواطن دور مهم في ابلاغنا. نطلع اعطيك بلاغات لا لانه خاطر احنا بنبلغ على هذا المكان يا هذا مخزن من خلال احنا اتصالنا او مخاطباتنا الرسميه الى مثلا مختار المحله او هنالك المجلس البلدي او المجلس المحلي او كذلك مركز الشرطه يقول انه هذا دار سكنيه ليست لخزن المواد او يكون هو مخصص الى خزن اي ماده معينه، احنا هذا الشيء يعني يجب الانتباه اليه، المواطن لازم يتحرك عليه وهنا تعاون مواطن بالدرجه الاولى اساسي في ابلاغنا، ابلاغ الدفاع المدني أو إبلاغ حتى الجهات المختصة الشرطة المحلية أو المكافحة أو أي كان جهة أمنية يقول أنه هذا مخصصة للسكن ليس مخصصا إلى خزن مواد. يعني أنا وضع لي وقت وعندي سؤالي مهمات. أول شيء اليوم أنتوا يعني بلاغ يوصلكم يلا تتحركون نحو الحرائق لو يعني انتم تشوفون لو عندكم فرق لا شافية. لا احنا احنا سيطره الدفاع رقم تليفوناتكم الرقم الدفاع المدني 115 يعني هذا يجب ان اشير اليه يعني مجاني على كل شبكات الهاتف الموبايل يعني كل الشركات وحتى الارضي 115 اتصال في اي وقت كان في بغداد او في المحافظات على مدار 24 ساعه هنالك 10 خطوط في سيطره الدفاع المدني بامكان اي مواطن ابلاغ عن اي حادث انقاذ اسعاف اطفاء تعاونكم وين مرور تعاون عندنا هنالك اجهزه اتصال مع المرور ومع الكهرباء ومع امانه بغداد ومع حتى الجهات الاخرى عندنا اجهزه اتصال لاسلكيه مع هذه الجهات مرات تشوف تأصوم بازدحامات والله يكون بعونكم اي يعني هذا احنا هاي احدى المعوقات يعني يعني مثل ما تفضلت احنا تواجهنا معوقات كثيره وعديده لكن المواطن ما يعذر هذا الشيء يعني رجل الدفاع عجله الدفاع المدني عجله ضخمة يعني أثناء سيرها إلى مكافحة حادث معين لاحظ المواطن يتسابق يعني. مع عجلة هذا رغم أنه هنالك تنبيه من خلال الصفارة وحياة ناس طبعا حياة ناس إحنا إذا تأخرنا تزداد الخسائر أو يكون هنالك مثل ما ضحايا تكون إحنا الوقت عامل الوقت عامل مهم يجب أنه يكون سرعة رجل الدفاع المدني يصل إلى موقع الحادث بالسرعة الممكنة لكن نريد التعاون مع كله حتى المرور يتعامل معنا المواطن بالدرجة الأولى هو المواطن يتعامل بالصورة الصحيحة فأنا أكيد هذا دورنا إحنا نوصل صوتكم حتى المواطن يعني هو متعاون ولكن تعاون أكثر والسؤال الأخير طبعا أسأل حضرتك اليوم شلون توصلون إرشاداتكم أنا متابع برنامج حضرتك طبعا أكو عندكم طرق أخرى غير التلفزيون والسوشيال ميديا عندنا عن طريق الإذاعة كذلك عندنا ضباط الإعلام في بغداد والمحافظات عبر إقامة الندوات والمحاضرات في المؤسسات الحكومية وكذلك حتى في غرفة تجارة بغداد تم عقد ندوة حول التجار وحول كيفية الخزن وكيفية هذا أكو تعاون مع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص لكن نريد أكثر بعد تعاون وأكثر تثقيفا عندنا هنالك صفحة خاصة بالدفاع المدني صفحة الدفاع المدني الخاصة هي مديرية الدفاع المدني العامة بالإمكان أي مواطن دخول على هذه الصفحة يتواصل مع الدفاع المدني وهناك إرشادات من قبل قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني وعبر برنامج جلسات الدفاع المدني وعبر هم برنامج الإذاعي الدفاع المدني احنا متواصلين واحنا ابوابنا مفتوحه لكل يعني من يريد ان يعرف او يتعلم معلومه نحن الدفاع المدني نقدم خدمه لاي مواطن كان شخصيا انا يعني متابع حضرتك وسعيد جدا بحضورك وايضا جهودكم مشكوره الرائد حسام حمدان نورتني جدا اليوم اهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا لحضرتك اعزائي المشاهدين أهم خطوة في تجنب الحرائق والسيطرة على الحرائق هو تعاون المواطن مثل ما ذكر سيادة الرائد طبعا حسام وصلت وياكم نهاية حلقتنا هذا اليوم وانتظروني بالحلقة الجاية مع السلامة